تماشيا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا وحرصا على مواصلة الدور المنوطي به يقوم معهد الإدارة العامة بيبا بتكثيف مبادراته الهادفة إلى تعزيز التدرب والتعلم عن بعد إلى ذلك بلغ عدد الموظفين الحكوميين الذين انضموا إلى خدمات معهد الإدارة العامة بيبا خلال الفترة الماضية ما يزيد على أربعة آلاف موظف، وهو ما يعكس حجم الحس الوطني لدى الكوادر البحرينية ورغبتهم الجادة في تطوير وتحسين قدراتهم ليكونوا عناصر مؤثرة في مسيرة التنمية المستدامة. هذا النجاح ياتي تزامنا مع الرؤية الوطنية التي سيتبنى تنفيذها معهد الإدارة العامة والرامية إلى تفعيل آلية التحول التدريبي الإلكتروني بصورة أكثر شمولية عبر اعتماد خاصية التعلم عن بعد كسياسة تدريبية محورية سيتم اتباعها نظرا لما يقتضيه الوضع الراهن.